بالنسبه للعرس العرسان خديناهم من المجموعه، يعني من كانوا عندنا منبغ في المجموعه، وكانوا بزاف ديال العرسان، مي هادو يعني جات كنديروا واحد القرعه واللي جات فيه كنديروا العرس. والحمد لله انتم كتشوفوا العرس اسطوري، داز في ظروف زوينه، وكاين تبارك الله هنا جاوا من كاع انحاء المملكه، جاوا من الناس من طنجه، من العيون، من اكادير، ونتمنى الناس ياخذوا هذه المبادره ويديروا بزاف ديال الاعمال، نقولوا اعمال تضامنيه في بزاف ديال المجالات، وماشي غير حنا ما كنديروش غير الاعراس بالنسبه للاعمال التضامنيه، كاين كنديروا زياره دار العجازه، الاطفال المحرومين، والحمد لله كل شيء غادي هو هذاك. محمد بدر، لو كرياتور دي جروب لو كوان دي سيليباتير ماروكان، او مجموعه ركن العزاب المغاربه اللي هي مجموعه فيسبوكيه افتراضيه من اجل التعارف قصد الزواج. وكما كتشوفوا اليوم حنايا متواجدين في المدينه الحمراء كنحتفلوا بالنسخه السادسه الثنائي او ممثلي مدينه مراكش ابتسام وايوب، وفوالا العرس كيدوز في واحد الظروف جميله، كاننا عائله واحده اللي جينا من مختلف المدن مختلف المدن المغربيه باش نتقاسموا ونتشاركوا معهم هذه الفرحه. وصافي بليزير ان الشباب يعني موتيفي بوغ هاد لي جيست هيومانيتير. الصعوبات اللي واجهتنا هما اول حاجه انتقادات، لقينا بزاف ديال الانتقادات وبزاف ديال يعني ديال الناس اللي كنا كنثقوا فيهم، يعني كنديروهم كندخلوهم معنا كمسيرين وكيخرجوا بواحد يعني كيحاول يستغل الجروب السمعه ديال الجروب باش يقضي الغرض ديالو، مي حنايا الحمد لله كنواجهوا هذا الشيء والسمعه ديالنا سبقانا، والحمد لله كي كتشوفوا كيدوزوا اعراس في المستوى وبزاف ديال لي زيفينمون منهم يعني شي حاجه كتبقى في السر، مثلا شحال من واحد تيكون مريض ولا هذا كيخلي ميساج لمحمد بدر ولا لشي واحد من لي زادمين، كيكون مريض خاصو دواء خاصو شي حاجه كيدوز داك الشيء في السر، اعمال تضامنيه ولكن هي كدوز في السر.